اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك لك الحمد على القرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالمعافاة لك الحمد أن بلغتنا في هذه الليلة القيام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا يا رب العالمين اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا علينا ارزقنا فيه صياما وقياما متقبلا اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأنبياء يا واسع العطاء يا من إليه كل شيء صمد يا من كل شيء له سجد يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا من لا ينبغي التمجيد إلا له يا من هو بكل شيء عليم يا من هو على كل شيء قدير يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا أنت المنادى به في كل حادثة أنت الإله وأنت الذخر والأمل أنت الغياث إذا ما أزمة شملت وأنت الملجأ إذا ما بلية ادلهمت أنت على كل شيء قدير القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت لن تطاع إلا بعلمك
ولن تعصى إلا بإذنك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتشفي السقيم أسألك بنور وجهك العظيم أن توفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيامها لا توفيق لنا إلا بك ولا هداية لنا إلا منك اللهم إنا فقراء عصاة مذنبون بيدك خلق ضعفاء جودك علينا نازل ومعاصينا إليك صاعدة من لنا سواك اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اجعلنا فيها من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب تقبلنا اللهم تقبلنا فيها اللهم تقبلنا اللهم تقبلنا على ما فينا من تقصير وذنب مبير يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الليالي بالقيام لنا شاهدة والنهار لنا بالصيام شاهدة والفقراء والأرامل لنا يوم العرض شاهدة والقرآن يوم القيامة لنا شاهدة اللهم ارزقنا حفظه وتلاوته والعلم به والعمل به والدعوة إليه والدفاع عنه والموت في سبيله أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والنجاة يوم العرصات اللهم ارحمنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا يوم العرض عليك استر عيوبنا وكفر سيئاتنا وتجاوز عن زلاتنا وأعظم أجورنا وتقبل منا ولا تحرمنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخزي الكفرة والملحدين يا ناصر عبادك المظلومين يا ناصر عبادك المكروبين يا ناصر عبادك المضطهدين انصر عبادك أينما كانوا اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق والشام اللهم ارفع عنهم البلاء والبأساء والضراء والشدة واللأواء اللهم اقسم من ظلمهم اللهم اقسم من ظلمهم اللهم دمرهم تدميرا هم وأجنادهم ومن وقف معهم يا رب العالمين اللهم احرقهم حرقا واسحقهم سحقا ودمرهم تدميرا وأرهم جندك وعبادك المؤمنين سلط عليهم جند الأرض والسماء وأرهم عظمتك
الكبرياء يا واسع العطاء وأسمعنا من قسم ظهور الظالمين ما تشفي به صدورنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء اللهم بلغ كل متمن منا للخير أمنياته اللهم إن أعظم الأماني في قلب كل مؤمن لقياك والنظر إلى وجهك الكريم فاكتبنا في هذه الليلة ممن يتشرف بلقاك ورؤية وجهك الكريم يا عظيم العطيات يا عظيم العطيات يا واسع العطيات يا مفرج الهموم والكربات يا مغيث اللهفات يا راحم العبرات ارحمنا وتجاوز عنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل عاقبتنا الحسنى ولا تجعلنا ممن يموت فيشقى اللهم أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأسقامنا اجعله لنا شفاء وذكرا ودواء يا رب العالمين واجعلنا ممن يظلون يوم القيامة بالقرآن اللهم إنا نسألك من كل خير عندك سألك إياه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام نحما بعد الموت اللهم يا عظيم يا قادر يا قوي يا قاهر يا من لا تخفى عليه الخوافي يا من لا يخفى عليه ما في واد ما في وعره ولا بحر ما في قعره ولا تواري منه سماء سماء أسألك يا الله أسألك يا الله نسألك يا الله أن تعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة ووفقنا فيها في قيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا فيها من المقبولين وإن كانت باقية فلا تجعلنا فيها من المحرومين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا جواد يا كريم، يا بر يا رؤوف، يا رحمن يا رحيم. اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم إن ذنوبنا طغت وتكاثرت، والفتن علينا احلولكت واحدقت. اللهم فلا من جاء لنا إلا بعفوك وغفرانك وسترك، فاغفر لنا وارحمنا واستر علينا. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، على كل ما أعطيتنا وعلى كل ما منحتنا، واجعلنا من المباركين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.